نروح لزيزو. نروح. وحشك زيزو؟ انت اللي وحشت. كنا لسه بنتكلم في وحشك. هيوحشك زيزو؟ هيوحشك زيزو؟ لا مش هيوحشك. مكمل معاك؟ موجودين مع بعض وكان معايا في الساحل فموجودين. لا بكلم زيزو مكمل في مصر؟ مكمل. مكمل مع الزمالك؟ هيروح فين؟ مش هينتقل لاي فريق؟ بص عشان احنا يعني اللي هنقوله مش معلومات هي حقائق. من الطرفين من نادي الزمالك ومن زيزو. هايل. طيب العروض اللي وصلت لنادي الزمالك الرسميه عرض نادي نيوم فقط. العرب القطري ده مش موجود. ولا اي نادي ارسل خطاب رسمي لنادي الزمالك غير نادي نيوم. ده كلام من المسؤول الاول عن نادي الزمالك. ماشي. تمام. اللي هو رئيس نادي الزمالك. بالظبط كده. ماشي. ده كلام من كابتن حسين لبيب شخصيا. يا كابتن حسين جالكوا ايه؟ دي مكالمه امبارح. يعني مش مثلا من كام يوم، لا امبارح. ما عنديش عرض رسمي غير نادي نيوم. ماشي. تمام. نادي الزمالك خلاص، يعني كلامي على الكابتن حسين كان النقطه دي او التوضيح ده. معلوماتي في القصه نادي الزمالك كان يفكر في بيع زيزو، ولكن بالارقام اللي تليق بقيمه زيزو وامكانياته وقيمه ان ده نجم نادي الزمالك الاول ونجم منتخب مصر. يعني نادي الزمالك كان بيتكلم 6 7 مليون 8 مليون دولار، دي الارقام اللي نادي الزمالك يبدا مناقشه بيع زيزو. ولكن رغبه الزمالك الاولى كانت ان يتم عقد جلسه مع زيزو للتجديد. الناس امبارح او اول امبارح الساعات اللي فاتت ده كريم اتكلموا ان حصل جلسه ما بين الكابتن حسين لبيب ووالد زيزو، وحصل خلاف ما بينهم، قصه وحكايه وروايه. ده ما حصلش. كابتن حسين لبيب ووالد زيزو لم يجتمع على الاطلاق خلال الايام اللي فاتت. زيزو زي ما بقول لك في ولا الساحل، ولا حتى هاتفيا، ولا اتكلموا مع بعض. ممكن يبقى مكالمات. لكن جلسه ومناقشات وعند عرض، انتوا هتسيبوا زيزو، ده انتوا ضيعتوا فرص كتير على ابني وما تسربوا. الكلام اللي انتشر ده مش صح خالص. انا بقول لك كلام حقائق بتحصل. تمام. زيزو في الساحل. حلو. قصه زيزو مش هتتفتح غير لما زيزو يرجع يقعد في، يعني يرجع القاهره ويقعد مع اداره نادي الزمالك. الجلسه اللي هتحصل ما بين الكابتن حسين لبيب ووالد زيزو هتحصل بحضور زيزو. القصه دلوقتي انتقلنا من قصه مناقشه عروض زيزو لقصه تانية خالص، وهو ان نجدد لزيزو. حلو. رغبه نادي الزمالك الاولى هي التجديد لزيزو. ماشي. وده اللي اتقال من الكابتن حسين لبيب شخصيا رئيس نادي الزمالك. احنا هدفنا نجدد لزيزو، ملناش دعوه في عروض بتيجي. الناس بتتكلم ان رفضنا عروض ووافقنا عروض وتفاوضنا على ارقام والكلام ده. رغبتنا الاولى التجديد لزيزو. ماشي. زيزو موقفه ايه؟ عشان دي نقطه مهمه. ايوه. زيزو رغم العروض الخليجيه رغبته الاولى الاستمرار في نادي الزمالك. مقابل. ودي مفاجاه، لان طبعا الناس كلها كانت بتقول لك ان زيزو ووالده عايزين يمشوا والقصه. انا بقول لك كلام حلو عشان الرغبه دي تبقى موجوده. مقابل كام في السنه؟ لا مفيش ارقام، ما حصلش اصلا قعده. زيزو لو قعد في الزمالك، تحليلك ومناقشاتك وكل ده، هيطلب كام في الموسم؟ زي اي لعيب دلوقتي بتجيبه اجنبي، اقل عقد هتديه له 500 600 الف دولار. زي اي لعيب اجنبي. ما انت برضه اما بتيجي اللعيب بعيد عن زيزو كريم، اللعيب بيوزنها كده. بن شرقي مثلا هنتكلم عنه كمان شويه، لكن مثلا بن شرقي وكلاءه بيجوا يحسبوها كده. بيقول لك انا كنت بكلم وكيل بن شرقي، قال لي هو الزمالك لما جاب ابراهيم نضاي وجاب سامسون دفع لانديتهم كام وبيدفع لهم كام؟ هو جاي فري. طيب بن شرقي ده هياخد اكتر من مليون دولار. حلو. صح. زيزو ما هو بص الزمالك ما بيحسبهاش كده، وبيقول للعيب ما تحسبهاليش كده وفي الاهلي بتحصل كده. ما تجيش تقول لي علي معلول بياخد مليون و100 فاضرب في كذا فاحسب لي زي علي معلول. ما بتتحسبش كده خالص. يعني اللعيبه الاجانب مع ارتفاع سعر الدولار، الاهلي والزمالك بيقولوا للعيبه في التجديد ما وقالوها لحسين الشحات وقالوها لكذا لعيب جدد خلال الفتره اللي فاتت. لا. لكن بيتم تقديره ان هو بيبقى اعلى فئه كلاعب مصري موجود مع الفريق. فزيزو حسبه مختلفه زي حسبه اللعيبه الاجانب، لكن ما بيوصلش لده. هيوصلوا لاتفاق وارد. زيزو عايز يقعد عايز يقعد، ولكن طبعا القصه هتبقى في التفاوض اللي بيحصل. واللي هيحصل ان زيزو هياخد جزء او هيبقى فيه تحمل من رجال الاعمال من بره النادي، لان برضه نادي الزمالك ومجلس ادارته عندهم سياسه ان ما ينفعش ان احنا نحمل خزينه النادي ارقام كبيره جدا. وده برضه اللي هيحصل في بن شرقي، وهنروح لقصه بن شرقي يعني.